ايه كيف نتوما؟ كنتمنى لكم الصحه وراحه البال، وان هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. الفيديو ديال اليوم البنات كيتعلق الموضوع ديالو بواحد الكريم غنعدلوه مع بعضتنا، الكريم للتسمين المواضيع، يعني اي بلاصه بغيتيها في الذات ديالك تشوفي يعني الوزن ديالها زائد او لا بارزه اكثر، تقدري توضعي عليها هذا الكريم هذا. ومن طبيعه الحال غادي نقول لكم الكريم كيفاش غادي نعدلوه وكيفاش الطريقه باش نوضعوه. خليكم معايا حيتاش ضروري ضروري البنات من الطريقه تعرفوها، ما تزربوش دغيا، ركزوا مزيان على الطريقه كيفاش خصنا نعملوها ملي نعدلوا الكريم. اون بليس البنات كاين كذلك مشروب غادي نعدلوه في البيت ونشربوه مثلا 5 ديال المرات في اليوم، كيعطي نتائج رائعه داخليه. حيتاش فكرت بان هذا الكريم اوكي موضعي على برا، ولكن خصنا ندير واحد التحفيز داخلي باش نحصلوا على النتائج اللي هي مرضيه وسريعه، حيتاش كنعرف بزاف ديال البنات كيبغيو النتائج اللي تكون سريعه، وانا الدور ديالي انني نساعدهم قدر المستطاع. ويعني هذا ماشي عيب، اي وحده كاينه اللي كتبغي دغيا تبان ليها النتيجه، وانا كذلك بغيت دغيا تبان لكم النتيجه باش تكملوا في النتيجه. وهذا الشيء اللي كاين، وهذا الماسك راه نصحوني به بنات متبعاتني وتواصلوا معايا في الميسنجر على الفيسبوك، قالوا لي بان هذا الماسك راه رائع بزاف، هو اصله اجنبي وضافوا عليه بعض التحسينات اللي هي عربيه وعطى نتائج رائعه ومرضيه، وقالوا لي شاركي في القناه ديالي كيحبوني حتى انا كنحبهم. كنقول لهم شكرا لهذا المنبر على النصائح ديالهم زوينه وهذه الوصفه الرائعه اللي كرموني بها باش نكرمكم بها. وهذا الشيء اللي كاين، وفي اخر الفيديو البنات عندي لكم مسابقه بالنسبه للحبيبات ديالي الوفيات اللي مشتركين معايا في القناه. عندي وصفه عندي مسابقه هي منتوجات ديال المكياج، منتوجات اللي عاملاهم البنات اليوم. في الاخير غنقول لكم المنتوجات وداخلين فيهم البنات حتى لي لونتي اللي عامله دابا والشفرين. خليكم معايا الاخير، دابا غنبداو الماسك هو الاول. نبدا على بركه الله، ناخذ جوج ملعقات كبار من سمسم ومن حبه حلاوه سمسم اللي هو الزنجلان، نطحنوهم مزيان البنات كنحصلوا على هذا الطحين هذا ديالهم. من بعد كنضيفوا عليهم زيت الحلبه تقريبا جوج ملعقات كبار ثلاثه الملعقات، المهم نخلطوهم حتى نحصلوا على واحد الخليط اللي هو كريمي كما كيظهر لكم البنات في الصور على هذا القوام. نحصلوا على هذا القوام البنات، من بعد كنجيبوا قطعه شاش وكنوضعوا فيها الخليط باش نقوموا بالتصفيه ديالو ونقوموا بعزل المكونات الخشنه ولا الحبيبات الخشنه، ونحصلوا على واحد الكريم اللي هو متجانس ورطب. من بعد كناخذوا فازلين البنات، من الاحسن يكون اصلي ويكون طبي باش تحصلوا على نتائج رائعه. كنضيفوا كذلك الكريم نيفيا، كنخلطوا المكونات مع بعض وكنحصلوا على كريم رائع 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 البنات. هذا التسمين الموضعي زعما واحد الكريم اللي هو رائع، وشكروا لي بزاف. طريقه كنبقاو نعملوا واحد الطبطبه على الجلد باش كنحركوا الدوره الدمويه، ومن بعد عاد كنوضعوه على المنطقه اللي بغينا ونحركوا تحريك دائري حتى يدخل الكريم في الجلد. دابا نمر لتعديل المشروب ديالنا، ناخذ لتر من الماء نضيفوا عليه ملعقه كبيره ديال الشمر اللي هو حبه حلاوه، ونضيفوا عليه كذلك ملعقه ديال الحلبه، نخليوه في الثلاجه ليله كامله ونشربوا منه كاس كبيره في الصباح على الريق، ونشربوا كذلك منه كاس كبيره قبل النوم. قدروا نزيدوا 3 أو 4 نوبات الا بغينا نزيدوا نبينوا المناطق الانثويه اكثر ونسمنوا اكثر ونفتحوا الشهيه اكثر. البنات دابا غنبداو المنتوجات اللي موجوده في المسابقه ديال المكياج. هي نبداو باول منتوج هو لي لونتي البنات، هازيل لي لونتي مزيونين وكتحسي بهم في العينين ديالك، مريحين بزاف 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 رائعين البنات. هذا هو اللوين ديالهم هازيل، ورموش من كاتريس مزيونين بزاف البنات، هاد الرموش هادو رائعين فنيونين. الكحل ديال كاجول من كيكو، بدينا بالعينين هما الاولانيين، الكحل ديال كاجول من كيكو، النتيجة ديال كيكو رائعة البنات. كتحسي حتى الا كانت عندك حساسية في العينين، عندي حساسية في العينين دغيا ديالي، العينين ديالي كيحمروا لي وكيتحسوا لي من منتوجات، دونك اي حاجة كنشريها كنبغيها تكون مريحة وما تعمليش حساسية. ماسكارا كذلك ديال اسنس مزيونة اللي كلشي كيشكر فيها، هاي البنات
الايلاينر تاع هذا مزيون مزيون البنات ديال كاتريس مزيون بزاف. هذا بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش يرسموا الايلاينر او لا عاد مبتدئات، راه مزيون بزاف وفاتر بروف يعني ضد الماء، كيشبر واحد المده مزيونه كتبقى يعني واحد المده طويله في العينين. دابا نمروا نمروا الحوايج بالمليين. هذا البنات ديال كيكو اخر ما كاين في المنتجات ديال كيكو، عاد خرجوهم الاخرانيين كوليكشن الاخرانيه هي اللي مستعمله دابا الحوايج ديالي حتى هي البنات. هذا ديال كيكو نقولوا البنات البشره كاين هذا البرايمر مزيون ديال ايسنس حتى هو البنات مزيون بزاف. شو الصفه ديال هذه كطلع لي في البرودويات ديال ايسنس برايمر مزيون بزاف البنات ومعالج كذلك رائع. هذا ديال ريفولوشن مزيون بزاف، ستيك ديال الفوندو تاع مزيون بزاف بزاف البنات. اي حاجه نبقى نقول لكم مزيون، هادو المنتوجات اللي كنستعملو انا وكيعجبوني. وهذا الفوندو تاع الرائع ديال كيكو كذلك، فيه 3 في واحد يعني كيعمل خافي ديال العيوب ومثلا كيشد حتى المسامات، كيعطي واحد البشره كتجي فحال اللي طبيعيه يعني فحال اللي عامله ميكاب نو ميكاب اون بليس فول كافرج، يعني كيغطي تغطيه رائعه وكيخدم حتى ككونسيلر. المهم هذا واحد في 3 تقدري تستعملي غير هذا، رائع هذا كنموت عليه مزيون بزاف. هذا البنات هايلايت ديال كيكو كذلك كيجي فحال هيدا البنات، رائع البنات مزيون بزاف بزاف حتى هو ولي عامله دابا راه رائع. هاد المكياج راه كيجي فحال ما عملاش المكياج شي حاجه مزيونه. بودرة البنات ديال كاتريس هي مزيونه بزاف وكتجي طبيعيه على البشره. ها هي البنات الكونتور وكذلك هايلايت بودر من مايبيلين، تا هما رائعين البنات والجوده ديال هاد المنتوجات كامله راه هي ممتازه. ندوزو للشفايف كاين هاد الـ ديال ايسنس، هذا مزيون بزاف بزاف كيعجبني وان شاء الله نوريكم كيفاش انا كرسم به الشفايف ديالي. هذا البنات وهذا ديال افخوشي تا هو كيعجبني بزاف، تا هو الحبيبات ديالي اللي متابعيني هادشي كامل. هذا حتى هو البنات اللي كنعملو هنايا كيتمشى يعني كيجي طبيعي ورائع. وماسك ذهبي مزيون بزاف قبل المكياج غادي يعملو هاد الماسك، هذا راه كيخلي البشره كتلمع ورطيبه وكيجي عليها المكياج رائع. و بيوتي بلندر اكيد 3 ديال بيوتي بلندر، وحده تقدري تستعملي بها الكونتور. انا حتى البيوتي بلندر كنستعملها حتى كفراش، عندي الفراش ولكن انا بغيت نعطيك كافاده. علاش 3 هنايا بيوتي بلندر، وحده غتستعمليها كونتور هنايا النيفو هذه، وحده تستعمليها الفوندو تان، وحده تستعمليها البلوش يعني باش ما كتوسخي حتى شي وحده مع وحده، متخرقي حتى وحده مع وحده، راه كتعطي كذلك واحد الانسجام في الكونتور والفوندو تان اللي استعملتي غير البيوتي بلندر. ودابا الباليت هاي البنات هي ديال ايسنس مزيونه بزاف، لقب هذه ديالها فيها الالوان الترابيه وكذلك تاخذ ساك مفاجاه اللي غادي يجي في هذا الشيء. هذا يعني ما غاديش نقولوا لها داك مفاجاه مني ليها ملي توصل بهذه المنتوجات ان شاء الله. دونك دابا غندوزو لشروط المسابقه. شروط المسابقه البنات سهله وبسيطه. اول حاجه الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس، واللايك كبيره ومزيونه في حالك، وما تنساوش تعملوا شير للاصدقاء ديالك باش ينضموا معنا ولا يتفرجوا في لا فيديو يستافدوا منه كذلك، اولا الا كان عندك شي جروبات في فيسبوك كذلك شاركي لا فيديو فيهم. وما تنساوش تعملوا تعليق كتب فيه اللي بغيتي، مي ضروري تكتبي الايميل ديالك باش عند الفوز ديالك نعرف كيفاش نتواصل معاك ونوصل لك ان شاء الله هذه المنتوجات هذه. وكنتمنى لكم الفوز من كل قلبي وحظ موفق للجميع، وكنبغيكم وكنموت عليكم عزازين عليا بزاف 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 ما تخيلوش قداش. وكنتمنى لكم اي حاجه مزيونه في الدنيا ليكم. الاعلان على الفائزه غادي يكون في الجمعه او السبت المقبل، ونلقاكم في الفيديو المقبل باذن الله.